وديني وما اقعد ما هسيبك هبق. عايز تدعم مستقبلي انا؟ خلاص يا عم وليد اهدى بقى. اهدى ايه؟ عايز تدعم مستقبلي؟ ده حاطط لك حشيش في الكتاب صح ولا غلط يا جدع؟ اهدى قلت لك اقعد بقى ارتاح. اوعى يا جدع. خلاص بقى بالعرق السعيد اللي نفر منك ده زي ما زرقناك فيها. اطلعك بده؟ اطلعك منها؟ هتطلعني منها ازاي يا ناصح؟ ما خلاص المحضر اتكتب وكل حاجه خلصت خلاص يا جدع. روق. اتعامل ياض. بعد اذنك يا عم حبوكشه. اذنك معايا. اقف يا بتطوايا. اقف يا اقف يا اقف عدل. اسمع الصمت كله حازي كله يقلع. ياض يا خبيبي مش انت ياض هما. اقلع يا 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 اقلع انا بس يا جدع. اقلع ما تقلقش تلبس التيشيرت ده. اقلع هذا البنطلون ده. يا عم مش هينفع البنطلون يا جدع. ما انت هتاخد بنطلون الاستاذ ما تخافش يا عم. مش لابس حاجه تحتيه يا جدع. قلت لك اقلع يا ياض. وانا هلبس البنطلون بتاعه وهو مش لابس حاجه تحتيه. ما تخافش انا كاشف عليه. اقلع اقلع. حازي ياض اديله الشبشب. شبشب ايه؟ اديله الشبشب ياض. شبشب ايه يا عم ده بتاع يا جدع؟ بقول لك اديله الشبشب. امسك ياض اديله الشبشب ياض. انت هتغيب عليا وتنسى العيش والملح والصحبيه والحجز اللي ما بده؟ طب عشان خاطر اديله الشبشب. طب اديله فرده واحده يا جدع عشان خاطر اديله الشبشب. اها ايه؟ لا يا عم انا مش فاهم اي حاجه على فكره. اسمع ده ده. اسمع يا عم وليد يا اخو زيزو اللي مغرقني بجمايله. انت هتقول ان انت نازل الصبح بتجري وبتسخن عشان تخش سباق اختراع الصحيه اللي في المدرسه. مدرسه ايه يا عم؟ انا في كليه يا عم. ما فرقتش انت جاي تعلمني هنا وتصحح لي اللغه. ما خلاص على كده وانت بتسخن وبتجري على الاخر كده هجموا عليك المخبرين خدوك على الاسم لفقوا لك الكتاب. يا سلام. واسمي بقى اللي مكتوب على الكتاب. تمام. امان الامان يا عم كله في الجراج اهو. حبيب قلبي اهو كده. انت كده انقذت مستقبلي. تمام كده حبيبي. حبيبي ما تعملش كده. اسمع بقى اسمك على الكتاب اهو بس ان شاء الله ما يكونش مكتوب على الصفحات اللي في الكتاب عشان ما نغرقش في قلب الكتاب. لا ما تقلقش. اسمع يا ده اسمك وليدي اه. انا عشان اخرجك من المشوار ده دم ساح ودب احمر من ارض الخروب بس وحياة زيزو زيزو. أنا خارج. شبره خارج. شبره خارج. اللي يبربش. اللي يبربش. اللي يغمر. اللي يغمر. اللي يفكر إنه يبربش أو يغمر. اللي يفكر إنه يبربش أو يغمر. يا فهمتوا؟ آه. نسيت سرقة حبل غسيل. انصحني بيها شبره. تعالى بابا. أنت ما تعرفش إن السرقة حرام؟ ده حرام يا؟ حرام؟ قبل غسيل يا ريس. تمام. ارجع توب ياض. حاضر. ارجع اقف توب ياض. وشك توبوا كلكم ياض. خد يا تعالى اطلع اركب العجلة دي هات لي بلح من الدخلة. حاضر. اركب العجلة دي. ياض. جبت ضهرك والله. لا شغل الجنزير. شغل الجنزير ياض. شغال والله. شغل. خد ياض وانت اطلع لي السلم ده. حاضر. يلا اشتغل. يلا كده. يلا. يلا. مرضي يا عم. مرضي يا عم. تمام. ها يا زيزو انت لسه مصمم عمال لك المحضر برضه وتشيل الليله على اخوك؟ بس اعمل حسابك انت اخوك هتتعرضوا على النيابه وممكن يكون فيها اربعه استمرار. هنعمل اي حاجه عشان اخويا يخرج منها. صوت فتيحه فك الموزه. ما تفوق يا انا بدل ما فوقك يا جدع. يا جدع نزل ايدك انت اول مره تمسك حراميه. خلصت خلاص. ايه يا اخويا اللي خلصت خلاص؟ يعني الخناقه اللي بيني وبين صاحبي اكتشفت ان قلبه زي البفته البيضاء. زي البفته البيضاء؟ يعني ايه يعني؟ يعني زي ما اتقسمت زي ما اتفضلت، واحده من واحد وانت بتفهم. افهم من كده ان انتوا اصطلحتوا يعني؟ اتصالحنا تمام التمام وما يهونش علينا زعلك. خلاص يا اخويا خد امضي منك لوب ويلا هويلا. يلا بقى يا حب. امضي. عد بقى الجمايل دي يلا. جمايل ايه يا عيلة الرجال انت؟ يعني عشان ما يبقاش في كتابه محضر وترحيلات وعرض على النيابه وحاجات كده يعني. مش عايزين منكم جمال معفنه. يلا هبونا بقى. وانت اسمع يا جدع استنى اخوه بره يا جدع. تعالى بس اقعد في الهواء. مش فاهم يا جدع. خلاص الواد فهم هيعمل ايه وكله هيبقى تمام. كلها ساعتين وهيبقى اوكي خلاص. ومخدرات يا شعب. يا عم انت هتلغي وتطير لنا الدماغ اللي عملناه في الحجز ولا ايه؟ اسمع بقى انت وهو. انا عادل باشا بيترجاني عشان يفتح محضر لسرقه ورشه ابويا. عادل باشا؟ عادل باشا اخويا تعمل لي فيها غيبوبه
هتقل معايا في اخويا، هقل معاك في حياتكم. جرى ايه يا عم القبضاي؟ قلت لك خلاص الواد هيرجع كليته هيبقى تمام التمام. اديني قدمت لك السبت، قدم انت الاسبوع كله. قدم بقى يلا. مش دي ريحة فراخ محمرة ورز مفلفل؟ الله يبارك لك شوية بتنجمع لي كمان. دقيقة وحضر الوقت. تعرف فين بس؟ تعالي اقعدي هنا. نازلين على طول احنا. ما يصحش كده يا زيزو. طب عشان خاطر الرجال. اهي الحاجة حلفت، ما يصحش بقى تنزل الحلفان يا زيزو، أنت بخيل ولا إيه؟ عشان خاطر دب اللي ساح ده، ده كل مع بعض. طب أنا هقوم أنا بقى رايح شوية. لا يا ابني لا. انت تاخد دش وتتعشى مع الرجال ده، أنت وشك بقى زي اللقمة يا. لا لا ماليش نفس. أنا جعان نوم. يلا نحضر العشاء. ما تنسوني بقى وتسيبونا انساكم. بعد اللي عملته فيا وخليت لوستة بتاعي يفتح عليها بطوته ويتزا العيش والبلح والصحوبية؟ يعني هتعمل ايه يا بكرو؟ هترش زيت وسخ نتزحلع فيه يعني؟ صبرو ايه يا بكرو؟ ولا ايه ده انت وهو؟ اعمل ايه بس عشان تحلو عن قفايا وتسيبوني اكل عيش؟ اقول لك يا زيزو اللي عملته معانا ده ما يطلعش من الجمجمه ولا بالطبل البلدي. انا ما عارفاش كيف عبد العزيز يدخل السوابق دول علينا كده. عبد العزيز عارف كويس بيعمل ايه؟ عارف ايه وما عارفش ايه؟ هما دول اللي حطوا لولدك الحشيش في الكتاب وكانوا هيودوه ورا الشمس، مستني ايه عاد عشان يكسر راسهم؟ ما دام جابهم لحد هنا يبقى ناوي يكسر سمهم عشان يعرف يشتغل في شارع عبد العزيز. اللي عارفهم اللي يرشني بالميه هرشه بالدم، لسان في خاف ما يختشيش. الكلام ده عندكم في البلد هناك، انما هنا الناس بياخدوا بعضهم على عيبهم، واللي ما تحتاجيش وشه النهارده بكره تحتاج القفايا. أشجار العزيز عايز الوكل. يما حاضر يا عبد العزيز. شهد مطرح ما يسري يهري، ان شاء الله يدفعوه قبل طلوع النهار يا رب. يا بنت ده مش طايقاهم كده، شهلي بقى عشان يدفعوا يمشوا. يلا خلاص خلصتهم. بص بقى يا اخويا، انت وهو التسجيل بتاعكم تحت ايدي وانت عارف وهو عارف، ولو كنت عايز اعمل بيه حاجه كنت عملت بيه محضر عند عادل بيه. بس انا بقى انا اقول لك ما عملتش كده ليه يا قبضاي؟ قول يا ترماي. انت ناوي تنتقم من قنديل والشرشابي، وبلاش تنكر يا عمنا لان دي مساله واضحه زي الشمس. انت سايب ورشه ابوك مقفوله ورايح تتدحلب في زواريق قنديل، قريبتك جايباك من المخزن هناك. قول ان انا هرشك وانا صدقك. طبعا هيأنكر يا اسطى. يعني ايه هيأنكر؟ هو مش عرفني بقى انت اللي قايلها. بقول لكم ايه بقى؟ ما نجيب من الاخر ونشتغل مع بعض. هتبقى المصلحه واحده حبايب واصحاب. يا حبيبنا ما احنا جايينك عشان كده. عشان المصلحة جاهزة ومستنية قلبك الجامد. مصالحك كلها شمال يا شبرو. أنا بصراحة ربنا كده مش عايز أضيع مستقبلي ومستقبل الناس اللي في رقبتي. مع إنك رايح شمال الشمال مع سبق الإصرار والترصد. دخولك في زواريق قنديل شمال الشمال وفي السليم المعوج يا اسطى. أنا مش هخرب عليك واعتبرني فيها، لو ليا فيها مصلحة أنا هساعدك. ما تستغربش يا زيزو. زمان أنا كنت ضد أبوك وسرقت ورشته لأن كان ليا فيها مصلحة. النهاردة لو مصلحتي معاك ضد قنديل أنا همشي فيها. أنا كده شبرو خدام الجنيه، فتى مات قلبه وعاش عبدا لنزواته. أنا كمان عبدا لنزواته. وابنك سعيد يا اسطى. قصدي يعني إن المصلحة دي هتكفيك وتكفي بيتك. اللي خلاك تعمل كده مع ابن عزيزه؟ مع انك عارف اللي كرهك فيا وتتمنى لهم الموت. مش عارف يا اسطى. والله ما عارف. الواد ابنك ده زي القمر، حتى وهو مسخسخ ومتدهول وعيان. خساره فيك. لما شلته كده صعب عليا، رحت واخده على المستشفى على طول. الا من حقه هو عامل ايه؟ بقالي كتير ما شفتوش يا عزيزه. نفسي اشوفه وابوسه واخده في حضني واطبطب عليه. زيزو اللي عملته مع ابني ده على قد ما كبرك في نظري على قد ما ضايقني منك يا جدع. والله وتتضايق مني ليه يا اخي؟
لان اللي عملته مع ابني ده خلاني عرفت ان الراجل مش هو بس اللي يتجوز عشان يخلف، لا الراجل هو اللي يعمل اللي انا مش قادر اعمله. انا عايز فلوس يا جدع ونفسي اشوفهم. لا اله الا الله. لما حبساجي خير يا صحيح وتعرف تعيط اهو زي البني ادمين. خد يا اسطى، خد يا اسطى. ايه دول يا زيزو؟ مش عشان الواد سعيد، وانا ان شاء الله ازوره واجيب له حاجه حلوه كمان. خلي فلوسك معاك يا جدع. يا جدع خد، بقول لك مش عشانك. الله يا جدع انت بتعملني كده ليه يا جدع؟ حرام عليك بقى. انت بتعملني كده ليه يا زيزو؟ انت عايز تكسر عيني وتجيب مراخير الارض. صلى على النبي يا اسطى. خد الفلوس يا اسطى. خد بس واعتبرهم عربون يا اخي، عربون الشغل اللي بيننا. وامر الله افتح ورشة ابويا وهتقفوا فيها. طب انا ينفع اطلب طلب بمناسبه الحديه دي؟ قول يا عم بكر. خلي الشريف معاك بس اديني التسجيل ابو بابين. كل ha 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 ha